والله يحييك. ما القصايد اللي يطلبها باللوية حذلان بن ناصر غنوا فيها الشعار كله. غنى فيه سعد بن جدران يوم يقول سلامي على حذلان واللي مثل شرواه. اي والله ثم اي والله ثم اقفيهني والله انه قدوة الاصحاب في وجه ولا جاه اللي خلق الله على طبعه واجبل له ولا لا بعض الاحيان ثم لو لا خذينا صاب اللي جي فينا ونسلم. اي والله انه صاب. والثاني سلطان الهاجري يوم يقول ترديت لكني ترديت في رجال يطب تعلم وانت رديت ما علم. مصداقيه عرفت ولا لا الكلام ابو سعد يوم يقول الاصحاب وما الاصحاب. شوف هذه من ميزه الاصحاب الطيبين. ترديت لكني ترديت في رجال يطب تعلم وانت رديت ما علم. وانا اقول القصايد وايد ما نقول ثلاثه لهم وسط الجزيره مقر وشان تسابق مع صفقه لها بايب طواريها ابو خوذ هاي قربه وابو هاك من سلطان وابو سمح ثلان وعطى القوسه باريها طبيعي مديح الهاجري ولا بن جدلان ما توفي شعار الخليج وغنانيها لو صدورهم غابات وحلوقهم وديان وترخي لهم رؤوس الاكابر بدانيها لو مادحه مشرك وجاهل ضعيف ايماني بيقول يا مبعوث الامه وهاديها على كثر ما يسمع مع الناس عن حذلان ما ترضي شت الخلق عن بكرته أبيها يحاول يمر موقف الشعر عن حسان وفي طاري الوقفات والمر حاليها عسرة النعم والمجد والطيب يا حذلان وترفعك اللي كره المجتمع فيها تطيب القبائل ماريا طيب السبعان ما حد يقدر يسوي فعولنا تسويها لك الرايه البيضة من رماح للوديان ولو ما خليك في سبع غير انت كافيها طهو من يمينه تخلي وتملي المرحال اللي ضاعت علوم رجاله وهقاويها تسولف عنه وتردد امجاد هالركبان وهو لون شتى قال يا اخوك ناسيها وسلامتكم والله يحييك يا بابا يا بابا يا بابا.